السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله جميعا ويا أهلا وسهلا. طبعا كثرة الآراء حول شرائح التبريد، وسوينا تعديل بسيط إن شاء الله لعله ينجح. طبعا تلاحظون الآن الشرائح ناشفة، الماسورة اللي فوق هنا خليتها اللين كلها أو المضختين كلها في ماسورة واحدة عشان يصير الضخ أقوى. تمام، نطلع فوق نشوفها. بسم الله، شايفين هذا الرأس الأول أو المضخة الأولى هنا، بعدين حطينا قسام تمام ركبنا فيه الرأس الثاني، أصبح الاثنين يدفعون بشكل واحد نفس الماسورة، خليناها ماسورة واحدة. بسم الله. طيب الآن راح نعمل عملية تشغيل ونشوف. أيضا نفس فتحات الماسورة خليتها على فتحة واحدة فقط، أقفلت الفتحة الثانية. طبعا بالإمكان أن أنت تقفلها بالسيليكون العادي اللي زي هذا، ممكن أيضا بالتيب، يعني الشطرطون اللزاق اللاصق هذا العادي ما يمنع، كله مقبول. طيب نشغل نشوف لعل الله ييسر. بسم الله على الله. راح نشوف الآن الأداة، طبعا راح أرتبها وأضمها بشكل قوي فيما بعد، لكن الآن نبغى نشوف الماء. طيب أنا حطيت السلم هنا، بطلع أنا وياكم عشان نشوف حركة الماء بالأعلى. جاهزين تطلعون بس لا أحد يطيح، تمسكوا كويس. بسم الله. طيب شايفين حركة الماء، هذه حركة الماء في المواسير، يعني كلها ما شاء الله تدفع بشكل جيد. شايفين يعني حتى الجزء الأخير هناك في النهاية لاحظين انها متقاربة في الدفع. هذا عندنا ضعيف شوي، لازم نعمل له تسليك. عندنا الاول هذا هو اللي عامل مشكلة، لابد ان نقفله عشان التهريب. شايفين اللي طالع من هنا من الجنب، معناته نقفل رقم واحد. ممتاز. طيب نرجع نشوف اللوح كاملا. هذا اللوح شبه ما يكون متعمم، وعندنا المشكلة اللي هناك واللي هنا راح نحلها احنا وياكم. صلحنا الخلل الآن، نقول بسم الله. طبعا من التشغيل الأول هذا ما فيه ماء وهنا ما فيه ماء، الآن هل يتعمم ولا لا؟ لابد ان نعطيه دقيقة. ايضا عندنا هذا فيه ماء زايد، تلاحظون يروح ويجي. شايفين الماء هذا اللي يقطر هنا فوق، هذا لابد ان نعمل له اصلاح بسيط. ايضا شوفوا وين يطيح، يطيح هنا على الشفة هذه اللي تمسك الماء، وايضا لو خرج منها راح ينزل في الخزان. ايضا عندنا هنا واحد، شايفينه هنا فوق، المفروض الماء يكون انسيابي ما يكون بالشكل هذا. عندنا الاثنين هذه لازم نحل موضوعها، هي اساسا يعني ما تطول شوي وتختفي وترجع تنضبط وترجع، بس على ما تعود على ضخ الماء وبعدين تمسك على طريقة معينة. شوفوا هذا ممكن يختفي من نفسه،
شايفين هذا راح يتغير، يختفي من نفسه ويرجع. تمام، ممكن يرجع بعد شوي، ها يرجع يختفي بس على ما يتعود على ضغط الماء وخلاص راح يمشي وضعه بشكل جيد. هذا ايضا شوف شوي يوقف شوي يزيد شوي. طيب عندنا المنطقة هذه ما جاها ماء، وهي ليست منصف، المنصف هنا، المنصف هنا، بس هذه ما جتها ماء، معناته الضخ اللي في المنطقة هذه غير حسن، الضخ هنا غير جيد، الضخ هنا ممتاز، شايفينه هنا الضخ، لكن هنا فيه مشكلة. راح نمشي بالشكل هذا لأعلى الشريحة ونشوف الفتحة اللي هناك هل فيها مشكلة ولا لا. طيب انا شيك فوق على الفتحات، زي ما شفتوا انتم سابقا انها جيدة، في بعضها يعني الثقب لابد انه يكون على خط واحد، ما لم يكون الثقب على خط واحد وهذا امر مهم جدا لابد ان تنتبه له، والمسافات اللي بينهم ايضا، ونوعية الثقب هل هو سميك يعني مثلا زي اصبعي كذا او انه اقل او كذا، لابد حجم الثقب هذا مهم جدا، كل ما كان صغير كل ما كان أداء المضخات أفضل عشان عملية الضغط ويكون معمم. أيضا أن يكون على خط واحد، ليش؟ لأنه الماء راح يمشي فيها ويمتلئ بالأسفل ثم يبدأ يرتفع قليلا. أنا حاط التصريف جانبي، أوريكم الآن الفكرة، يعني الآن شرائح تبريد مركبة، البايب تبعها مركب كذا، شايفين الخطوط كلها او الثقوب على خط واحد. ايش اللي حصل عندنا مشكلة؟ حصل عندنا انه كان ثقب هنا مثلا والثقب الثاني على الخط، لاحظين ثقب هنا مثلا والثقب الثاني على الخط، اللي على الخط هذا ضخه راح يصبح اقوى من اللي فوق هذا. ليش؟ لانه انت منومها كذا على جنب، تمام، فتمتلئ الماسورة بالاسفل ماء ثم تبدأ تخرج من اقرب ثقب، اقرب ثقب راح يكون الضخ فيه اعلى. تمام، بعض الاخوه الكرام يشوف انها تكون بالشكل هذا، تبدا يعني تخرج الماء من الاعلى، هذا ايضا حسن بحيث انها تمتلي جميع الماسوره ثم تبدا تخرج الماء من الاعلى. كل الطرق جيده، اهم شيء ان ينجح عملك باي طريقه، حتى لو تقلبها على الوجه كذا ما عندك مشكله، لكن هل هي ناجحه ام لا؟ هذا اللي انت لابد انك تختبره قبل أن تعتمد أي طريقة. راح ناخذ نظرة علوية من فوق هنا نشوف تدفق الماء، شوف هذا الأخير. طبعاً أنا لسه إلى الآن ما وضعت أي غرة أو أي شيء يمسكه، الآن بس مجرد تركيب. لاحظين ضخ الماء؟ شوف هذا نوعاً ما ضخه ضعيف. هذا شايفينه؟ هذا لابد أن يسلك بشكل جيد. خلاص كذا اعتبرنا ان احنا حصلنا واحد عنده مشكلة لازم نعالجها، ونبدأ نمشي الثاني والثالث وهكذا. تمام، كل ما وجدنا شيء عليه ملاحظة نحاول ان نحط عليه علامة وبعدين نحل المشكلة تبعه. خطير يا ابو زاهر، خطير جدا. اشكركم جميعا، اشكر تعليقاتكم، وأنتم مبدعين دائما، ولكنكم قوم تعجلون على أخيكم أبو زاهر. عندنا الكثير إن شاء الله، والقادم أحلى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.